هذا الحيط هذا اللي هنا طاح وما طاحش معنا حنايا، وما يجوا في اليوم يقولنا يلا نتنسوا في لوتير في الصباح غادي تجيو تهزوا حوايجكم. مشينا نعسونا في لوتير، 8 الصباح ملي جينا لقيناهم ريفونا على حوايجنا، لان ما شات الحاله هذه بقاو تيشوفوا فينا وبدا تيريفونا على حوايجنا. وانتم تتشوفوا تنعسوا هنا في الطريبه وتنشعلوا العافيه تنسخنوا بها بالليل، حنا وهاد الناس ووليداتنا حنا تنعسوا في الشارع في الطريبه من السيام هادي. دابا ما جا عندنا حتى شي حد، زعما انت شتي تنعسوا هنا في الطريبه وما جا عندنا حتى شي حد، ما قالنا حتى شي حاجه، تنبادوا تنتردوا تنسخوا هي العافيه تتسخنا، تنشرو هي ماكله الزنقه ما عندناش فين نطيبوا، فما كاينه حتى البوطات وكلشي راه رايب عليهم الحيط، ما عندناش نشرو ماكله الزنقه تناكلوا حنا وليداتنا وصافي. المهم هاكا حسن كون تفنى تحت طراب ولا هاد العيشه هادي، بيتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير، عندي ستات نفوس ما عنديش فين نمشي انا ولا ولادي، بنتهم يتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير، عندي الله وهما. هاد الدار طاح يوحش شويه فيها، وهادوك باللي مشاو قال لهم يلا تبعتوا في لوطيل وكلشي خلاهم حتى مشاو وما طيحوا لي لا حوايجهم ولا كلشي حوايجهم، بيتي المساكنين في الزنقه انتم تشوفوا بحال هكاك بيجرى لينا حتى حنايا، كيما جرى لهاد الناس بيجرى لينا حتى حنايا، يدير معنا شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير. حتى حنايا بلي تنكونوا قاعدين في دارنا هكايا تيود علينا الصباغه والتراب، كيما جرى لهاد الناس بيجرى لينا حتى حنا، الله يجازيكم بخير ديروا معنا شي حل الله يرحم لكم الوالدين ووليداتنا، راه تنباتوا في الشارع بلي شنا هاد الناس طاح لهم هاد الشيء، راه جيراننا هادو اللي طاح لينا طاح لهم هاد الشيء، الله يجازيكم بخير. صفتي انا الجار ديال هاد الناس اللي متضررين، بغيت نقول واحد الكلمه على قبل هاد الشيء اللي واقع دابا. اخويا داك النهار اخويا السيده خرجت قدها طاح المحل ديالها وطاح ليها على حوايجها عندها الزر اللي حفظها الله تعالى ما مشاتش فيها هي. اخويا وهاد الدار دابا اللي طاحت ديك الليله اخويا بقاو الناس هما بيتين في الزنقه، دابا ثلاث ايام على التوالي هما بيتين في الزنقه، اخويا خصي تدار ليهم شي حل. ودابا هاد الدار هادي تضررات ومن وراها ثلاثه الطيور ولا ما عرفتهم اربعه مضررين اخويا، والناس هنا ما عندهم شي فقراء، مال هاد الناس هادو يمشيو مساكن ما عندهم والو، الناس من كدا و60 ومن كدا و70 هناك اللي يدوز المسيره بحال هادي دابا اللي تتبات في الزنقه. اي والله الا ثلاث ايام دابا ومريضه ازماتيك وتتبات في الزنقه ودوزات المسيره واسميت، خصك تدير شي حل لهاد الشيء هذا، راه ما كاينه معنا. اخويا الميزانيه اللي خرجت تيقول لي شي 22 مليار، اخويا هاد الشيء هذا راه ما خاسرين عليه حتى مليار كامل. يلا شويه داك باب ملاح كاع الدخله ديال الملاح شي حوان تعاودوهم اللي في التوجيه وفي الطريق. اخويا وهاد الناس مساكن اللي مهلوكين اللي ما عندهم اللي يشوف من حالهم اخويا، راه هما تيتهلكوا والمسؤولين تيجيو تيبداو تيشوفوا هذاك الشيء هكا. بحال داك النهار جاو داوهم من لوتيل خلاو ليهم حوايجهم باقا في الدار، الغد ليه جاو البنايه مع الصباح دقدقوا هذاك الشيء كامل على حوايج عباد الله. انت كيف ما تتشوف هاد الثلاجه راه كاين اللي باقي دابا غارقين ليه حوايجو لتحت، داوهم من لوتيل بات الصباح جاو لقاو حوايجهم طيح عليهم التراب، هوتو مساكن ما سقرو والو ما سقرو والو، من كاع جا القيد وجا كل المجموعه اللي جات، وراه كاين الله. حنا واش حنا مسلمين ولا لا؟ واش حنا مسلمين؟ يدوهم اللوطيل الصباح يجي يخرجوا من اللوطيل يتموا جاي يلقاو فراشهم تهدد عليهم، راه المنكر هذا حنا اللي وقع لهاد الناس ما يوقع لينا حنا حتى حنا هكا دايرين. هاد السفرة خمسة هاد الطيور المصير ديالهم هو هذا، حنا مشينا درنا الشتيمة وترجينا وقلنا لهم بنيو لينا، حنا راه ما عندنا فين نمشيو وما عندناش فين نكريو. واش الكرا دابا رخيص؟ واش هاد البلاد باقي فيها الكرا ولا الرهن؟ كيبغي يدير بنادم؟ الرسالة ديالتنا سيدنا يهضر مع هاد المسؤولين يرحمونا، راه ما عندناش فين نمشيو سيدنا، يبنيو لينا اعطونا فين نستقروا، اعطونا عليهم دراسة، اعطونا غير شي فندق من هاد الفنادق في الملاح اللي بناو، اعطونا غير قوس نجمعوا فيه ويبنيو لينا وعاش سيدنا.